السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن اهم الاحداث اللي حصلت في الست حلقات من مسلسل الملحمه. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وهتلاقي لينكاتهم طالعه لك على الشاشه دلوقتي. يلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. مسلسل الملحمه من اقوى المسلسلات اللي بتتعرض دلوقتي، وانا مش عارف بصراحه ليه ما بعملش عنها تحليل كل حلقه رغم ان انا بشوف الحلقه في ميعادها بمجرد ما تنزل، ولكن ان شاء الله من الحلقه السابعه هبدا اعمل عنها تحليل حتى اعمل اعلانات لان الاحداث بتاعتها تستاهل بالفعل لان احداثها قويه جدا بصراحه. يعني كنت عملت عنه كذا حلقه عن تحليل الاعلان وعن ملخص الحلقه الاولى برضو، اتكلمنا عنه وقلنا القصه بشكل عام وعرفتكم الدنيا ايه. هتلاقي الحلقه في الاي فوق هنا وهتلاقي لينكها تحت في الديسكريبشن. لكن برضو ملخص سريع كده، هو المسلسل بيتكلم عن حقبه زمنيه قبل دخول الاتراك الاسلام. كان في مسلمين ولكن قله قليله جدا جدا يعني، ولكن كان ده الاحداث كلها بتدور مع ناس كانوا لسه بيعبدوا الاوثان، مفيش اي الاسلام لسه ما دخلهمش ولا اي حاجه لسه. لكن انا اتوقع دخول الاسلام في نهايه المسلسل ده، لان من الواضح حصل مشهد كده هنتكلم عنه دلوقتي بيوحي بان ممكن هيدخلوا الاسلام. يعني المسلسل هيذكر دخول الاسلام وان يعني الجو والاحداث اللي بتدور فيها المسلسل هيتم دخولها الاسلام. طبعا هو المسلسل بيتمحور حوالين مملكه الجبل ومملكه جوك. جوك طبعا مملكه يعني الاثنين يعتبروا اعداء، وبسبب فتنه حصلت يعني تلسم اللي هي بنت ابنه الجبل اللي هي المفروض متزوجه من البغول اللي هو يعني يعتبر السلطان بتاع او الخان بتاع جوك مملكه جوك، حد بعت له انها خاينه وبعت لها انها تهرب، فواضح انها خاينه يعني ووضحت انها خاينه، فاضطر ان هو يقتلها قدام ابنه اللي المفروض اعرج ويعني بيسمينه ناقص يعني، فبيضطر ان هو بيتحطه قدام اختيار ان هو لازم يقتل ابنه. ففي اللحظه اللي القوس وبيقتل ابنه فيها ابنه بيغمى عليه ويعني عقله بيذهب، او بيمثل ان عقله بيذهب وبيفضل موجود 20 سنه تقريبا، بيمثل ان هو بدون عقله. الناس مفكره ان هو بدون عقله ولكن هو في الحقيقه بعقله ذكي جدا، عايز يعني يحافظ على العرش. وما يعني وصل تركيا ان تركيا لها اعداء كبير جدا ما بين الصين وما بين المغول، هو عايز يوصلها لبر الامان. على الناحيه الثانيه من مملكه الجبل بتظهر اقز اللي هي يعني خلاص بتقسم للذئب ذو الرأسين انها تبقى المخلب بتاعه وانها هتسقط مملكه جوك وتقتل البغو باي طريقه، لان البغو قتل باباها وهي عايزه تنتقم منه. وبالفعل بتتمكن من انها بتصيبه، ولكن بتدخل القصر كانها عبده وبيتطور الامور بشكل كبير جدا. فبتعرف عن باتوغا اللي هو المفروض هيبقى هو الذئب ذو الرأسين اللي هو الامير الناقص، وبتخش بقى وبيحصل احداث كتيره جدا جدا. فهي دلوقتي كانت داخله عشان تنتقم وتقتله، ولكن بيتلاقي لها هدف كبير تاني لما بتتعرف على باتوغا وبتعرف ان هو امير مش ناقص، وان هو بيسعى لان هو يعني يحاول يوصل يعني مملكه جوخ والاتراك لحته تانيه، وان هو ما يحصلش انقسامات عشان خاطر يحافظ على الارواح ومحدش يموت. ولكن طبعا بيحصل تحديات كتيره، فاخو يعني البغو اللي هو بالامير عايز ياخد العرش منه، وبالامير كان موجود في وقت الخيانه دي، لكن هما دلوقتي بيلاقوا هدف تاني. فبعد هي ما تمكنت من اصابته وعرفت ان هو ما ينفعش يموت ولازم عشان تحافظ وعايزه يعني تثبت براءه تسلم عشان خاطر تسلم دي يعني يثبتوا براءتها، فقبيله الجبل كلها هتنجو، وبالفعل بيحاولوا بقى يثبتوا براءتها. هي الوحيده اللي تقدر توصل لكون اتا اللي هو اللي البغو محتاجه عشان خاطر يعني يتم شفائه، لان هو عايز حد يعالجه بسبب السهم اللي ضربته اقز اللي هو ما يعرفش انها اقز. ولكن بيحصل اجواء كتيره جدا بيتم استكشافها وبيتعرف انها هي مخلب ذئب ذو الرأسين، ولكن هو قبلها بيقول لها لو جبتهولي انا هعمل لك اللي انت عايزاه من الاخر يعني. وبنشوفها انها بتهرب ويعني وبترجع تاني في القفله بتاعت الحلقه السادسه، وبترجع بكون اتى وداخله له كده. فالسؤال دلوقتي خلاص، هم المفروض اقز بالنسبه لهم عدو، هل يا ترى هيعمل ايه في اقز؟ وهل يا ترى هيعرفوا يثبتوا براءه تسلم ولا لا؟ ومين الخائن؟ هنبدا مع بعض بايه اللي هيعمله في اقز لما هي هتدخل له. طبعا هي جايه له بهديه مش هيقدر يرفضها لان هو عايز يتعالج باي طريقه، فده هيبقى وصل للثقه ما بين البغو وما بين اقز ان هو هيتم شفائه، فهيبقى الثقه ما بينهم. فهي هتقدر بقى تقف قدامه في الحقايا
فايق وتواجهه بالختم بتاع ملك الجبل او خان الجبل، وهتواجهه ان تسلم بريئة، فهيضطر ان هو يسامحها على كل جرائمها عشان بمساعدتها يثبت ان تسلم بريئة ويلاقي مين الخائن. فده هو رأيي ايه اللي هيحصل في أقز، وان هو هيتعاونوا مع بعض عشان خاطر يلاقوا الخائن. مرحلة ما بتوغا هيتم كشفه ان هو فعلا مش ناقص، هيبدأ لابوه بالاول، يعني هيبدأ لقلبه الاول وبعدين هينتشر للناس بقى. فهو في مرحلة ما لازم هينكشف لقلبه، لان هو قلبه اصلا بيحبه، وطبيعي لما يثبت البراءة خلاص هو هيبقى ناقص ليه بقى، فمش هيعوزوا يقتلوه. السؤال الاهم هنا دلوقتي، مين هو الخائن؟ طبعا بالنظر للاحداث، بمجرد ما تسمع الخاين هتقول هو بلامير، ولكن عشان تعمل خيانه زي دي لازم تكون جاي لك من وراها استفاده. فيا ترى مين اللي استفاد من خيانه تسلم ومن موت تسلم؟ لو جيت تفكر، لو بلامير استفاد فهو لحد دلوقتي ما بقاش يعني الخان، ما بقاش خالص هو الخان خالص يعني، ولا حتى قرب من ان هو يبقى الخان، وما قربش الا لما قلبه اتصاب، وفي نفس الوقت هو كان في المعركه، فما كانش يعني هيخاطر بكل ده عشان خاطر يعني يوصلها، وما فيش عداوة اصلا، فهو ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ وخصوصا ان هو ما عادلوش اي فايدة من الموضوع ده. السؤال الاهم بقى، مين المستفاد وبشكل كبير جدا من موت تسلم؟ الاجابة ببساطة، واللي هي ممكن تكون يعني بعيدة عن الناس، لان زي ما قلت هم بيصدروا قلب يعني بلامير، عشان هو بلامير الواضح وهو اللي انت دماغك هتروح له، لكن العكس تماما هو اللي هيحصل. فهي زوجة الخان هي اللي عملت الخيانة دي عشان خاطر تخلص من تسلم، لان تسلم مسبق لها عقدة لان قلبه بيحبها وبشكل كبير جدا. فزوجته اللي هي مرات اللي هي الروسية، مرات ولاده الاثنين، هي اللي عملت الخيانة دي عشان تتخلص من تسلم خالص، ويعني خلاص تبقى هي المتفردة مع قلبه وهي المسيطرة وتبقى هي اللي معاه. ده هو اجابة السؤال مين الخاين، وده اللي المفروض هيثبتوه، ولكن الموضوع هيبقى بصعوبة لان هي موجودة معاه في القصر وبرضه مسيطرة وبشكل كبير جدا على قلبه، فالموضوع هيبقى صعب الاثبات ولكن حماسي وبشكل كبير جدا. نوعية المسلسل مختلفة زي ما قلنا، فما فيش في الإسلام، فصعب جدا تلاقي مشاهد مثلا حماسية، يعني مثلا في مسلسل عثمان قلب أرسلان، أيا كان المسلسلات اللي بتبقى التاريخية الإسلامية، ممكن يجيب لك مشاهد في النص حماسية للإسلام والجو ده، أنت تتحمس، والمشاهد يعني مش هقول حشو ولكن بتكبر الأحداث، بتكبر الحلقة. لكن ده هيجيبوا مشاهد إيه؟ دلوقتي هم في تحدي كبير جدا، المسلسل كان بادئ بداية قوية جدا من أول حلقتين، أنا قلت إزاي هيكملوا على الريتم ده، ولكن نجحوا بشكل كبير جدا يكملوا على الريتم ده، وأنا واثق إن هم هيكملوا على الريتم ده، فالاحداث مسارعه بشكل كبير جدا. السؤال بقى ليه بقول ان ممكن يدخلوا الاسلام في المسلسل؟ طبعا الطفل المسلم المفروض هو قلب الاحداث لما ظهر، لما كان بيقرا قرآن بتوغة سمعه وتأثر بشكل كبير اللي هو استغرب، ده اكيد هيدخل في الاحداث، وخصوصا ان الطفل هيفضل مكمل معانا في الاحداث، ممكن ما يموتش كمان، هيكمل معانا في الاحداث ويطول بشكل كبير. فده ادى لمحه او ادى هنت كده ان ممكن بتوغة قلبه يلين ويدخل الاسلام، بس عشان كده انا قلت هو ده اللي يعني دي الشراره اللي هتخليه يدخل الاسلام. طبعا هو للاسف مفيش حلقه الاسبوع ده، المفروض كانت الحلقه تتذاع امبارح ولكن مفيش حلقه، فالحلقه الاسبوع اللي جاي، فان شاء الله خلاص انا هعمل عنها تحليل حلقه بحلقه، وحتى لما الاعلان ينزل هعمل عنده تحليل باذن الله. ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وعلى تيك توك وعلى الفيسبوك، وهتلاقي الاكونتات على الشاشه، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.